أرخص تجميعات ألعاب عادت من جديد. التجميع هذه بالذات كانت ترند في 2020-2021 لكن بمواصفات أقل، وحاليا حاولت قدر الإمكان باش نعطيها نفس جديد. تنويه مهم جدا، 90% من القطع ستكون جديدة وما تبقى ستكون مستعملة، ضروري حتى نخرج في سعر يتناسب مع الأداء، وأكيد راح تكون بأي بي يو ما لبواش، مش أي أي بي يو بل أشهر أي بي يو على وجه الأرض، الرايزن 3 3200G الذي اختفى بعد 2022 لأسباب مجهولة. صدفة قبل أشهر قليلة صادفت به في السوق الجزائري وشريته مباشرة في علبة جديدة، لا أدري إن كان تم إصدارهم مجددا أو كان مخزن في ستوك. إذا كان عندك معلومات اكتبها لنا في مكان التعليقات. نذكر خوتي أن المعالج يحتوي على 4 أنوية وأربع مسارات بكرت شاشة داخلي يسمى بالفيجا 8. كرت الأم اللي اخترته كان البي 450M A برو ماكس من MSI، طبعا كان هو الكرت الوحيد اللي حصلته مستعمل. كان بالإمكان أن آتي بالأي 320M لكن الموبو هذا محدود ولا يقبل كسسرة. ملاحظة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي حابة تشتري معالجات التي تنتهي بحرف الجي بين قوسين الاي بي يوز، هذه الاي بي يوز من فئة 3000 ما راح تشتغل في ماذر بورد من فئة الاي 520، يعني ما راح تشتغل بصفة اي بي يو، يمكن راح تشتغل معك بصفة سي بي يو. ملاحظة مهمة بزاف خوتي، فنصيحة لا تشتري اي بي يو من فئة 3000 وتجربه على الاي 520، ما راح يشتغل معك إلا إذا كنت تملك كرت شاشة خارجي حتى يعمل معك كسي بي يو. الرامات كانت من أسغارد 16 جيجز 8x2 بتردد 3200 ميجا هرتز، ضروري اخترنا الدول شانل وراح تفهمون في تجارب الأداء. التخزين ما راح أرضى إلا بالاس اس دي، فاشتريت هذه النسخة بمساحة 256 جيجز وأعتقد ستكون كافية في تجميع من هذا النوع، لكن يستحسن إضافة HDD للتخزين على الأقل. الباور سبلاي كان من ترمالتيك لايت باور 450 واط اللي شريته قبل مدة وحاليا صار أغلى ومفقود كذلك. الكيس كان من FSP نسخة البلاك وأظن أنه سيكون مناسب مع التجميع تانا. أما الآن فحان وقت العرض الأساسي، لذلك لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ونخليك مع هذا الفيديو فاستمتع. بعد التركيب والكيبل مانجمنت شغلت البي سي وهنا بدأت المشاكل. البي سي ما حبش يعمل بوست، بين قوسين صفحة البايوس لم تريد الظهور. غيرت الرامات ووضعت رامات ذات فريكونسي أقل، نفس الشيء. عملت كلير سيموس ورجعت البايوس إلى الديفولت سيتينجز، نفس الشيء. نحيت كامل القطع مع تنظيف إضافي ثم رجعتها وشغلت من جديد ونفس الشيء. تأكدت من سلامة البينز الخاصة بالمعالج، قلت في بالي بالك البينز تعوجوا، كل شيء وارد، لكن كل شيء كان تمام، المعالج كان سليم 100% ونفس الشيء نفس المشكل. الاحتمال الأخير المذربورد. اتصلت بصديقي عنده محل، ألوي عندك بي 450؟ عندي، راني جاي مباشرة. جربت نفس التجارب اللي جربتها عندي في الاستوديو، حتى اني غيرت الباور سبلاي، وشكي كان في محله لانه تنصب علي في المذربورد، وهنا ضحكت على نفسي كثيرا كما قلت لكم لانه تنصب علي. فهذه هي المشكله بالذات، المشكل كان في المذربورد. بكل صراحه لا تهمني قيمه هذه المذربورد، بل يهمني الوقت الضائع اللي كان ضائع في ثلاثه امور. لو تتذكرون معي تجميعة القطب الشمالي اللي عملت فيوز مليحة هنا في اليوتيوب وكذلك ترند في التيك توك، كان من المفروض أن تكون
بهذه المذربورد. لكن للأسف الإنسان اللي باع لي هذه المذربورد بحالي بدون الحامل ولا السيبورت على الاي ام 4 ليركب فيه الاير كولينج، فاضطررت باش نشري ذلك الوقت مذربورد جديدة. هذه رقم واحد. ثانيا، طلبت ذلك الداعم تاع الاي ام 4 من علي اكسبرس وانتظرت قرابة 3 أشهر او اكثر لهذا الشيء. اكره علي اكسبرس في هذه الامور، فوصل الحمد لله. ولما ركبته قلت صاي حلت المشكلة. كي ركبت كامل القطع ودرت الكيبل مانجمنت تفاجأت كما شفتوا البي سي ما حبش يعمل بوست. وللأسف هاد الناس مانيش عارف كيفاش راه تحلل نهارها، الله أعلم. وهذا الإنسان اللي نصب عليا كان من ولاية وهران. تفاجأت بلي المذر بورد كانت مشوفية من الراول، معناتها كانت خاسرة وشوفاها ومانيش عارف كان إيسي ريقل فيها بروبلام وما تريقلش. فديت عليك غاية أخويا، صحتك. وجزء من الخطأ نتحملها أنا شخصيا حتى أكون صريح معكم، لأنه ذلك الوقت ما حوش نفهم طلبت هذا الكرت مباشرة. فعادة خوتي لما نشري من أي محل أو من المستعمل ما نذكرش الهوية تاعي شكون أنا، ما نقولش أنا صاحب قناة ديزت كوميونيتي، ندخل بعقلية إنسان لا يعرف أي شيء. وصراحة أصطدم بالواقع تاع هذو الناس اللي حاولوا يستغلوا جهل الناس اللي ما تعرفش. نشوف كيفاش يخمبوا. فمشي قاع، لكن جزء منهم ولا البعض منهم عندها هذه العقليه باش ينصب عليك للاسف. المهم حلت المشكله وجبنا هذا المذربورد. صراحه مانيش معجب لهذه الشركه، لكن تكفي الغرض وبزياده. العبره اللي خصك تاخذها اخويا العزيز، ما تشريش من اي واحد في النت حتى تتاكد. لهذا كاين شوبس معتمدين باش تقلل الضرر عليك قدر الامكان. انضغط سيد خاطي. اوكي، وصلنا الى اكثر مرحلة مهمة في هذا الفيديو، مرحلة البنشمارك او الاداء العملي للتجميع في الالعاب. ونبدأ بجي تي اي 5 ولا جراند 5، اكثر لعبة محبوبة عند هذه الفئة من الناس بالذات، خصوصا الناس اللي تحب تعرف معدل الاطارات على الفريمات في جي تي اي 5 ولا جي تي اي ار بي. فنبدأ مباشرة، وضعت الاعدادات على 1080p High Settings مع بعض التويكات، وحصلت على تنقيط ما بين 34-36 FPS في هذا التست المباشر. وصراحة اللعبة ما كانش ثابتة 100% فكان فيه شوية دروبات، لكن لما غيرت الاعدادات الى الميديوم سيتنجز فحصلت على تنقيط او معدل اطارات ما بين 45-47 FPS، ومعدل اطارات كان سموت، اللعبة كانت بلايبل، كلش كان تمام. هذا هو السيتنجز المناسب لهذه التجميعة. اللعبة الموالية فورتنايت. فورتنايت اصبحت اكثر تطلبا كالعادة خوتي ما دام راه فيها الانريل انجن 5، لكن تجميع من هذا النوع راح تكون في صنف البرفورمانس، يعني اللعبة ما نقدروش نشغلوها في الدايركت اكس 12 ولا الـ11، راح يكون فيها تصنيف البرفورمانس. فوضعت الاعدادات على 1080p كومبيتيتيف سيتنجز، كلش كان لو ما عدا الفيو ديستانس اللي حطيتها فار، يعني باش تكون النظرة تاعي واضحة، مشي كلش يكون قاربش خوتي. فالنتائج كانت ما بين 65-70 FPS، كما قلنا سابقا فورتنايت لعبة عالم مفتوح، فالنتائج ما راح تكون ثابتة، راح تكون متغيرة، مع العلم ان اللعبة تقدر تهبط الى غاية الثلاثينات فيما يخص الـ FPS، وتقدر كذلك الوصول الى غاية اكثر من 100 فريم، يعني اللعبة غير ثابتة. فبالتالي كان شوية تقطعات، مرات تكون تقدر تلعب بها، مرات تكون مزعجة، فهذا هو حال فورتنايت. اللعبة الموالية CS2 1080p Low Settings، حصلنا على تنقيط ما بين 49-51 FPS، اللعبة كانت Very Playable، كلش كان سموت، الكواليتي كانت مناسب. مع العلم أن أكثر الناس اللي يلعبوا CS2 يلعبوها في هذه الدقة وفي هذه الإعدادات باش يربحوا FPS أكثر. فبالتالي كلش كان تمام واللعبة كانت Enjoyable ثم Super Cool. الشيء الذي اكتشفته في هذه المرحلة أن الـ APU تاع AMD أصبحت تقبل الـ FSR، وهذه المعلومة لم أكن أعرفها، كنت حاسب فقط أن كروت الشاشة هي المعنية بالأمر. وصراحة ظهر أن حتى الـ APU تقدر تفعلها الـ FSR. هذا هو الشيء اللي فعلته في لعبة Counter Strike 2، فعلنا الـ FSR على الـ Balanced Settings وحصلنا على تنقيط أكثر من 60 فريم بير سكند. اللعبة صارت أكثر سموث، لكن الكواليتي أصبحت garbage خوتي. لكن خوتي باش نوضح لكم بعض المعلومات، كي تكون تشغل اللعبة في 1080p Low Settings ثم تشغل الـ FSR، اللعبة راح تعمل لك upscaling من الـ 720p من الـ Low Settings تاع 720p إلى الـ Low Settings تاع 1080p، ف
ظاهريا الكواليتي راح تكون عجين، فبالتالي افصال ما حتصلح معنا. اوكي وصلنا الى الامر وللشغل الثقيل، الالعاب الثقيله، الالعاب الثقيله على حتى كره الشاشه. شغلنا Red Dead Redemption 2 يعني شغل كفضول. اوكي ففي 1080p low settings حصلنا على تنقيط 20.6 فريم بير سكند والفيزيكس كان مضروب. لعبه ما كانتش بلايبل حتى يكون صريح معكم، في بعض المرات تقدر تلعب عادي لكن كان غالب عليها الفيزيكس كان مضروب، يعني مرات الفيزيكس ولا الجرافيكس في اللعبة نفسها تظهر على هيئات خارج الأشكال تاعها. فبالتالي يعني طبيعي جدا رانا مشغلين Red Dead Redemption 2 على APU. حاولنا مرة أخرى بتشغيل الFSR في البالانس سيتينجز وحصلنا على تنقيط 22.4 FPS. البوست كان 2 FPS فقط، فلم ألاحظ ذلك الفرق المناسب فيما يخص الFSR. أظن أن الFSR سيكون أنسب إن كان لدينا كارت شاشة. ما دامنا مشغلين Red Dead Redemption 2 اغتنمت الفرصة وحاولت نشوف تمبيراتير ولا درجة الحرارة فيما يخص الـ APU تانا، فوجدته يتراوح ما بين 58-64 كأقصى درجة، وصراحة أعجبت بهذه النتائج خاصة في لعبة ضخمة مثل Red Dead Redemption 2. آخر لعبة معنا Shadow of the Tomb Raider، كذلك لعبة متطلبة جدا. شغلنا اللعبة على Lowest Settings 1080p Dual Channel، كأغلب التستات كانت في Dual Channel، فحصلنا على تنقيط 25 FPS. لعبة كانت ما بين البلايبل وغير البلايبل، فهذه النتائج خوتي. شغلنا نفس اللعبة لكن هذه المرة برامة واحدة فقط، يعني بالسينجل شانل، وحصلنا على تنقيط تاع 16 FPS. باش تعرفوا خوتي الفرق ما بين رامتان ورامة واحدة فقط، الدول شانل خوتي يفرق بزاف فيما يخص الألعاب. فبالتالي نصيحة لأي إنسان حب يشتري تجميعة APU ولا تجميعة AMD يفكر في الدول شانل، لازم تكون عندك رامتان ضروري. ملاحظة أخرى خوتي، كامل التجارب اللي شفتها في Shadow of the Tomb Raider وكذلك Red Dead Redemption 2، لو وضعنا الإعدادات على 720p اللعبة تصير playable 100% ونحصلوا على أكثر من 30-40 FPS، لكن الكواليتي غادي تكون garbage. ديرها في بالك مليح إذا كنت حاب تلعب فقط طور القصة وما تهمكش الجرافيكس، تقدر تدير هذا الشيء بلا ما جبت كارت شاشة خارجي. أما إذا كان يهمك الجرافيكس فصراحة لازم عليك تجيب كارت شاشة خارجي بأسرع وقت. هذا كل شيء. سلبيات هذه التجميع، لم استثمر بكثرة في عدد المراوح حتى ما يتجاوز السعر 60,000 دينار جزائري بين قوسين 6 ملايين. السلبية الثانية، مكان الـ SSD في الكيس لم يعجبني، فوضعت الـ SSD في مكان الـ HDD حتى يكون المنظر كلين. تكلفة التجميع الكلي قدر ب 55,200 دينار جزائري بدون حساب تكاليف الشحن، بين قوسين 5 ملايين ونص وفوقها 20,000 درهم. وأكيد لما تطلب القطع منفردة كل حاجة تخلص عليها شحن، فبالتالي السعر الإجمالي قدر حوالي ب 57,800 دينار جزائري. في الأخير التجميع أخذها أحد الأصدقاء، فنصحته مباشرة أن الـ SSD هذا ما راحش يكون كافي للتخزين، فينصح مباشرة بإضافة SSD إضافي أو HDD على الأقل حتى يكون التخزين بأريحية، بين قوسين باش تكون هنالك أريحية في التخزين. إذا خوتنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى من كل قلبي باش يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم. للمزيد من مثل هذه المقاطع تاع أرخص التجميعات الاقتصادية كتبوا لنا في مكان التعليقات وبينوا حضوركم في اللايكات والتعليقات باش نعرف بلي راكم مهتمين بهذه التجميعات ونكطل لكم منها وننوع لكم في التجميعات. فما تنسوش كذلك بمتابعتي في التيك توك والإنستغرام باش تشوفوا محتويات حصرية، وبليز عملوا لنا اشتراك في هذه القناة، رانا حاصلين في 100,000 لمدة تقريبا 4 سنوات خوتي. راني نشوف المزيد من الفيورز الجدد اللي راهم ينضموا بمشاهدة الفيديوهات لكن للأسف ما يشاركوش، فمن فضلك والعزيز إذا كنت تشاهد هذا المقطع وانت مشي مشارك فالشارك الآن، دعم لنا عفوا لتقديم الأفضل، والسلام عليكم.